هذا سؤال يقول: ظهر في الآونة الأخيرة بعض من يفتون الناس بالأقوال الضعيفة والشاذة، ويتجرؤون على أمور يمكن من خلالها أن تؤدي إلى انحراف بعض الناس، فما توجيه سماحتكم بأمثال هؤلاء وكيف نتعامل معهم؟ بالنسبة للأقوال والآراء المختلفة، عندنا ولله الحمد الكتاب والسنة، نعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به لأنه حق، وما خالف الكتاب والسنة رددناه من الأقوال مهما كانت ومهما كان قائلها. الباطل لا يقبل أبدا عند المسلم، يرد، لكن صاحبه إن كان مجتهدا يطلب الحق ولكن أخطأ فله أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وخطأه مغفور لأنه لم يتعمده. فنحن لا نتعبد بالأقوال، نتعبد بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة من الأقوال أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة تركناه، ولا نتخذ خلاف العلماء حجة، نقول هذه المسألة فيها خلاف وأننا نختار، لا، هذا ما يجوز، نختار ما يقوم عليه الدليل من أقوال العلماء. هم يقولون لنا: لا تأخذوا أقوالنا إلا ما وافق الكتاب والسنة، كما قاله مالك وقاله أحمد وقاله غير أبو حنيفة والشافعي، قالوا هذا، أوصونا بأننا لا نأخذ أقوالهم دون عرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.